السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم معنا بدرسنا اليوم من دروس مادة العلوم. إن شاء الله شباب اليوم هناخد درس منازل القمر. طبعا احنا كنا أخذنا الحصة اللي طافت النظام الشمسي، وقلنا إني وعرفنا النظام الشمسي، قلنا إن النظام الشمسي هو الكواكب والأقمار وأجسام أخرى تدور حول الشمس. قلنا إن حجم الشمس أكبر من إيه، من حجم الكواكب كلها. قلنا إن الكواكب تختلف في أحجامها، فمنها الكبير ومنها الصغير. قلنا إن السبب في ثبات دوران الكواكب حول الشمس هي الجاذبية، أو جاذبية الشمس للكواكب. قلنا شباب ان الكواكب القريبة من الشمس تكون هي كواكب اكثر سخونة، والكواكب البعيدة عن الشمس هي الكواكب الاكثر برودة. اليوم بمشيئة المولى عز وجل هناخذ درس وهو منازل القمر. منازل القمر صفحة 170 عندنا في الكتاب يا شباب. لو احنا طبعا هذا النشاط عن طريق كرة التنس وكرة قدم ومصباح، هنعمل فيه منازل القمر. طبعا يا شباب هذا الشكل الأول، طبعا هذه كل أشكال للقمر، هذه كل أشكال القمر على مدى الشهر الشهر الهجري أو الشهر القمري. أول شكل يا شباب هو الشكل رقم واحد، هو يكون أول الشهر، أول الشهر كده في الشهر الهجري أو الشهر القمري احنا بنشوف فيه هذا الشكل، وهو ده يكون هلال أول الشهر. الشكل الثاني في اليوم الرابع، وهذا الشكل يكون في اليوم السابع وهو يكون نصف بدر، وهذا الشكل في اليوم الحادي عشر، وهذا الشكل في اليوم الرابع عشر، وهو طبعا يكون القمر على شكل بدر، طبعا هذا يكون في منتصف الشهر. وهذا الشكل يكون في اليوم الثامن عشر، وهذا الشكل يكون في اليوم الحادي والعشرين، وطبعا يكون على شكل نصف بدر، طبعا هذا نصف بدر أول الشهر، وهذا نصف بدر آخر الشهر. وهذا الشكل يكون في اليوم الخامس والعشرين، وهذا الشكل طبعا الشكل الأخير يكون في في آخر الشهر في اليوم الثامن والعشرين، وهو سمى هلال آخر الشهر. اليوم إن شاء الله بإذن الله شباب راح نتكلم عن أشكال القمر، ونعرف أشكال القمر. طبعا يا شباب معلومة مهمة جدا، إن القمر يدور حول الأرض دورة كاملة كل 29 يوما ونصف، يعني كل شهر عربي زي ما احنا شايفين كده. القمر هنا بيدور حول الأرض ومدة الدورة الكاملة 29 يوم ونصف، والأرض والقمر يدورون حول يدورون حول الشمس كل عام. هذه هو الأرض والقمر، هما الاثنين مع بعض بيدوروا حول الشمس دورة كاملة كل عام، أو كل 365 وربع يوما، أو كل 365 وربع يوما. إذن القمر يدور حول الأرض كل شهر أو كل 29 يوم ونصف، والأرض والقمر مع بعضهم البعض يدورون حول الشمس دورة كاملة كل عام، أو كل 365 وربع يوما. إذا نلاحظ أن القمر يكون في بداية الشهر الهجري على شكل زي ما احنا شفنا هلال أول الشهر زي ما احنا شفنا في الشريحة الأولى، وفي منتصف الشهر طبعا يكون على شكل بدر، وفي نهاية الشهر الهجري يكون على شكل هلال آخر الشهر، يكون على شكل هلال آخر الشهر. هذا هو شباب هلال أول الشهر، وهذا هو شكل البدر، وهذا هو شكل هلال آخر الشهر. إذن القمر هنا يكون في بداية الشهر على شكل هلال أول الشهر، هذا هو شكل هلال أول الشهر، هذا شكل القمر في أول الشهر. أما في منتصف الشهر الهجري فهو يكون على شكل بدر، يعني القمر يكون كله مضيء. أما في نهاية الشهر الهجري يكون على شكل هلال آخر الشهر، زي ما احنا شايفين جزء فقط من القمر هو اللي مضيء. طيب تعال كده نشوف فيديو بسيط يا شباب عن عن منازل القمر، بعدين نرجع او عن اشكال القمر، بعدين هنرجع نكمل درسنا. امرح جهنم. السلام عليكم يا سكان الارض، انا القمر، وانا ابدو لكم وكانني اغير شكلي دائما، فترونني اكبر من هلال رفيع حتى اصبح قرصا كاملا، ثم أتقلص مرة أخرى لهلال رفيع قبل أن أختفي لعدة أيام. ولكن الحقيقة أن شكلي مثل الكرة ثابت لا يتغير، وما ترونه
هو أطواري. الطور هو جزئي المضاء حسب ما ترونه على الأرض، فالجزء المواجه للشمس يعكس ضوءها، والجزء البعيد عنها يكون مظلماً. تحدث أطواري المختلفة حسب موقعي بالنسبة للأرض وللشمس، فعندما أدور حول الأرض ترون جانب مضيء من زوايا مختلفة. هيا أصدقائي رددوا معي أسماء أطواري. محاق، محاق. هلال متزايد، هلال متزايد. تربيع أول، تربيع أول. أحدب متزايد، أحدب متزايد. بدر، بدر. أحدب متناقص، أحدب متناقص. تربيع ثاني، تربيع ثاني. هلال متناقص، هلال متناقص. محاق، محاق. ثم أعيد هذه الدورة كل 29 يوما ونصف. سأخبركم أيضا بمعلومة حلوة، البلاد القريبة من خط الاستواء ترى هلالي على شكل ابتسامة. أحبكم يا سكان الأرض. زي ما احنا شفنا كده شباب في الفيديو أشكال القمر، طبعا زي ما احنا شفنا ان تختلف أشكال القمر زي ما احنا هنشوف الحين ونتكلم عنهم. أول شكل هو عندنا شكل المحاق، طبعا شكل المحاق هنا يكون نصف القمر المواجه للأرض كله مظلم. ثم الشكل الثاني وهو شكل هلال أول الشهر، والشكل الثالث هو نصف بدر، هو التربيع الأول طبعا يكون هذا في النصف الأول من الشهر. ثم طبعا شكل البدر وهو يكون نصف القمر المواجه للأرض كله مضيء زي ما احنا شايفين كده. طبعا البدر هو عكس المحاق، هنا المحاق نصف القمر المواجه للأرض يكون كله مظلم، أما هنا نصف القمر المواجه للأرض طبعا هنا ايه يكون كله ايه مضيء. ثم هنا يبدأ بعد كده بالتناقص مرة أخرى، هنا نصف البدر أو التربيع الأخير طبعا في النصف الثاني من الشهر، ثم هلال ايه هلال اخر الشهر. هذا هو طبعا شكل المحاق، هو نصف القمر المواجه للارض يكون كله ايه كله مظلم. ده شكل ايه شكل المحاق. طيب تعال كده يا شباب نتكلم شوية عن اشكال القمر. الشكل الاول هو شكل المحاق زي ما احنا شايفين كده، واحنا قلنا نصف القمر هو نصف القمر المواجه للارض ويكون كله مظلم زي ما احنا شايفين كده. هذا نصف القمر المواجه للأرض يكون إيه كله مظلم. الشكل الثاني هو شكل نصف البدر زي ما احنا شايفينه كده هو. نصف البدر هو جزء القمر المواجه للأرض عندما يكون نصفه مضاء ويكون النصف الآخر لهذا الجزء مظلم زي ما احنا شايفين كده، نصف مضاء ونصف إيه ونصف مظلم، فنرى القمر على شكل نصف دائرة ويسمى إيه يسمى بالتربيع الأول. يعني احنا نصف البدر نسميه إيه بالتربيع الأول. الشكل بعد كده هو شكل البدر زي ما احنا شايفين كده، هو طبعا يكون نصف القمر المواجه للأرض كله إيه مضاء، نصف القمر المواجه للأرض ويكون كله مضاء، ونرى القمر على هيئة أو على شكل دائرة، نرى القمر على شكل إيه شكل دائرة. بعد كده شباب عندنا في الكتاب صفحة 173 ارسم ظاهرة الخسوف وظاهرة الكسوف. طبعا احنا اخذنا ظاهرة الخسوف او خسوف القمر، وهي طبعا ان الارض ويقع ظل الارض على القمر، او ان الارض يقع في المنتصف بين القمر وبين الشمس. اما ظاهرة كسوف الشمس وفيها ان ظل القمر يقع على الارض، او ان القمر يقع في المنتصف بين الارض وايه وبين الشمس. هل يختفي القمر؟ درسنا اليوم هل يختفي القمر؟ طبعا يا شباب لعبة القمر والأرض والشمس. لو جبنا مصباح وكرة، القمر كيف أختفي واسم الظاهرة؟ طبعا يا شباب هنا القمر أنا القمر أختفي في ظل الأرض، وهذه الظاهرة تسمى ظاهرة إيه؟ ظاهرة خسوف القمر.
إذا القمر لما يختفي في ظل الأرض يسمى هنا الظاهرة خسوف القمر. طبعا هنا فيها أن الأرض تقع في المنتصف بين الشمس وبين القمر، وأن ظل الأرض يقع على إيه؟ ظل الأرض يقع على القمر. أما في الشمس، أن الشمس أختفي خلف القمر، أن الشمس أختفي خلف القمر. طبعا هذه الظاهرة تسمى ظاهرة كسوف الشمس، وفيها هنا أن القمر يقع بالمنتصف بين الشمس وبين الأرض، وأن ظل القمر هو الذي يقع على إيه؟ يقع على إيه؟ على الأرض. ما هو كسوف الشمس وخسوف القمر؟ طبعا قلنا أن هنا عندما يقع القمر بين الشمس وبين الأرض تحدث ظاهرة كسوف الشمس. عندما يقع القمر بين الشمس وبين الأرض تقع ظاهرة أو تحدث ظاهرة كسوف الشمس. طب لما تقع الأرض بين الشمس وبين القمر هنا تحدث ظاهرة إيه؟ خسوف القمر. إذن عندنا أيضا حاجة اسمها كسوف جزئي وخسوف جزئي، هندرسهم إن شاء الله اليوم. الكسوف الجزئي هو عندما يحجب القمر جزءا من الشمس، مش كل الشمس، فقط يحجب جزء من الشمس يسمى كسوف جزئي. طيب الخسوف الجزئي أيضا عندما يحجب ظل الأرض جزءا من القمر. طيب تعال كده نعرف إيه الكسوف الجزئي والخسوف الجزئي في شرحنا في إيه باقي الدرس. ماذا يحدث عندما تقع الأرض بين القمر والشمس؟ ماذا يحدث عندما تقع الأرض بين القمر والشمس؟ طبعا هنا شباب قلنا تحرص ظاهرة خسوف القمر لما تكون، ولما تقع الأرض بين القمر وبين الشمس هنا تكون ظاهرة خسوف القمر زي ما احنا شايفين كده. قالوا كده هنا شباب القمر هنا أو الأرض وقعت بين القمر، هذا القمر طبعا، هذا أشكال القمر طبعا، هذا القمر وهنا إيه الشمس، وقعت الأرض بينهما، فإذا هذه الظاهرة تسمى ظاهرة خسوف القمر. القمر في منطقة ظل الأرض، القمر يقع في منطقة ظل الأرض، هذا ظل الأرض يقع فيها إيه؟ يقع فيها القمر. ينقسم الخسوف القمر إلى جزئين، خسوف كلي وخسوف جزئي. خسوف كلي وخسوف جزئي. الخسوف الكلي هنا يحجب ظل الأرض القمر كليا، ظل الأرض هنا يحجب كل القمر. طيب الخسوف الجزئي زي ما احنا قلنا من شوي انه هو يحجب ظل الأرض جزءا من القمر، ظل الأرض فقط يحجب جزءا من القمر وليس كل القمر. اذا تنقسم ظاهرة خسوف القمر الى خسوف كلي وخسوف جزئي. في الخسوف الكلي يحجب ظل الأرض القمر كليا، اما في الخسوف الجزئي فانه يحجب ظل الأرض جزءا من القمر. ماذا يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس؟ طبعا هنا يحدث كسوف الشمس، يحدث كسوف الشمس لما القمر يقع بالمنتصف بين الأرض والشمس هنا تحدث ظاهرة كسوف الشمس زي ما احنا شايفين كده. هنا القمر وقع في المنتصف بين الأرض وبين الشمس، هنا تسمى ظاهرة كسوف الشمس. ظل القمر وقع على الأرض، هذا ظل القمر وقع على الأرض. طيب تنقسم ظاهرة كسوف الشمس إلى قسمان، كسوف كلي وأيضا كسوف جزئي. في الكسوف الكلي يحجب القمر ضوء الشمس كله، في الكسوف الكلي هنا القمر يحجب كل ضوء الشمس عن ايه؟ عن الارض. اما في الخسوف او في الكسوف الجزئي فهنا يحجب القمر جزءا من ضوء الشمس، القمر بس يحجب جزء من ضوء الشمس عن الارض. اذا ظاهره كسوف الشمس تنقسم الى ايه؟ الى جزئين، كسوف كلي وكسوف جزئي. الكسوف الكلي يحجب القمر ضوء الشمس كله، أما في الكسوف الجزئي فإنه يحجب القمر جزءا من إيه؟ من ضوء الشمس. صمم مطوية توضح تأثير الكسوف على العين. طبعا شباب كسوف الشمس خطر جدا على العين عند النظر إلى الشمس وهي في حالة كسوف، فإن دخول الأشعة فوق البنفسجية إلى العين يؤدي إلى احتراق في مركز الإبصار بالشبكية وقد يؤدي إلى العمى. فلذلك لما تحدث ظاهرة الكسوف الشمس فلا بد ان احنا طبعا لا ننظر الى ايه الى الشمس، عشان ايه هنا ممكن تؤدي الى ايه احتراق مركز الابصار داخل عيني وتؤدي الى ايه الى العمى. استخرج من القران ايات قرانيه توضح ظاهرتي الكسوف والخسوف المرتبطه بصلاتي الكسوف والخسوف. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، صدق الله العظيم. طبعا يا شباب ظاهرة الكسوف والخسوف هم آيتين من آيات الله عز وجل. طبعا عند حدوث الكسوف والخسوف المفروض ان احنا بنصلي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. وكده شباب احنا انتهينا من درس اليوم، ألقاكم الحصة القادمة على خير، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.